أسعد الله أوقاتكم بكل خير. التطورات على الأرض وفي ميادين القتال تقول إن الجيش العربي السوري يتقدم ويحقق المزيد من الإنجازات، وانهيار التنظيمات الإرهابية بشقيها السياسي والمسلح وخسارة داعش للموصل عاصمته العراقية واشتداد الخناق على إرهابيه في كل من الرقة ودير الزور. الجيش يسيطر على نقاط مهمة جنوب غرب السخنة بعشرة كيلومترات، والكيان الصهيوني غاضب من اتفاق خفض التوتر في الجنوب. لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية نرحب بضيفتنا الدكتورة أيسر ميداني، رئيسة مجلس أمناء شبكة العلماء السوريين في المغترب. أهلا ومرحبا بك سيدتي. أهلا بكم وصباح الخير لكل مستمعي الأخبارية ومشاهديها، وتحية كبرى إلى الجيش العربي السوري اللي عم يشتغل بهالحرف البادية، وأقول له حياك الله على هالانتصارات وقلوبنا معكم، وتحية أيضا إلى كل جرحى الجيش والأمن والوطن السوري، لأنه في هذا الحر المعاناة كبيرة أعتقد، وكمان قلوبنا معهم، وأتمنى أنه تتوصل الأمور للمساعدة قدر الإمكان. وتحية خاصة إلى الشعب والجيش العراقي بتحرير الموصل، وتهانينا لأنه هذا النصر الكبير هو نصر لسوريا وللعراق ولكل شعوب المنطقة ولكل شعوب العالم. هو انتصار على داعش، انتصار على الإرهاب، انتصار على الإمبريالية الأمريكية التي كانت تريد أن تمنع الجيش والحشد الشعبي من أن يتلاقوا، والتي كانت تريد أن تمنع الجيش السوري والجيش العراقي من أن يتلاقوا. فهذا النصر الكبير وتلاقي الجيش العربي السوري والجيش العراقي من طرفي الحدود منذ التنف إلى البوكمال وأعلى من ذلك، هذا نصر كبير نبني عليه لانتصارات قادمة كبرى، وهذا نصر للأمة العربية جمعاء الحقيقة. ونحن تحالفنا ننتصر معا ضد الإرهاب، وسننتصر معا في معركة البناء وفي معركة ضد الإمبريالية المهيمنة على بما بلادنا. أنك بدأت حديثك بالتحية للجيش السوري والجيش العراقي وبالحديث عن والقوى الحليفة كمان تماما كلها، والحديث عن الموصل هذا الإنجاز اللافت، التساؤلات الآن تدور عن مستقبل هذا التحالف الأمريكي الذي يدعي أنه يحارب داعش. داعش الآن بات محصور بمناطق محددة وصغيرة جدا في العراق، وكذلك الأمر يحصل في مستقبل هذا الوجود الأمريكي. الحقيقة دكتورة، منذ البداية هذا التحالف الأمريكي كان دائما مساعد لداعش. نحن تحت شعار محاربة داعش، نحن شفنا عدة مرات أنه كانت تلقى الأسلحة لداعش، كانت تلقى المعونات لداعش، كان يضرب الجيش السوري والجيش العراقي أحيانا لحتى يسمحوا لداعش بالانتشار، وحتى يسمحوا لداعش في السيطرة على أماكن لا يريد الأمريكان، أنه لا يريدون أن تصل إليها الدولة السورية، الجيش السوري والجيش العراقي والحشد الشعبي خاصة. لكن كل هذا فشل في بإنقاذ داعش. معركة لمعركة سياسية وفعلية لحتى يقبل الجميع بمشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل. كانت قضية، يعني كانت قضية تقريبا سماح، انه اسمحوا لنا نحن نحرر بلدنا. فهذا شيء هام جدا، وانا برأيي هذا المخطط دحر ايضا. اليوم هذا النصر اللي نصر بتحرير الموصل، والنصر في مثل ما قلت انه الجيش السوري والجيش العراقي، خنق داعش بدير الزور وبالرقة، وخنق داعش في دير الزور في الحسكة في الرقة، هذا انجاز. وانا برأيي اليوم الانجازات القادمة ستتسارع بنتيجة هذا الانجاز وبنتيجة تراجع
ثقة الأمريكان ببعضهم، وبنتيجة أيضا التوافقات السياسية اللي عم تصير على عدة مستويات، يعني سواء بين الروس والأمريكان، سواء في أستانا، سواء في أوروبا، إذا قلنا في الجيفان، يعني في هذا الاجتماع الدول المتطورة الصناعية، قمة العشرين، قمة العشرين جيفان. نعم. فكل هؤلاء الحقيقة كل هذه عمليات مؤثرة. وأنا بدي أقول كمان يعني اليوم نحن في وضع مريح جدا في حال هذه التصعيدات بين السعودية وقطر بقضية أنه من يدعم الإرهاب، نحن نعرف أن الطرفين يدعمون الإرهاب. أنا سعيدة جدا بهذه المهاترات اللي عم تصير بيناتهم، لأنه هذا يوضح الصورة ويفضحون بعضهم. يعني قبل كان كله هذا الرئيس الذي يقتل شعبه، وانه تسلحت كانت الحركات سلمية في سوريا وكانت الحركات كذا، هذا الكلام دحضه بالامس وزير خارجية الامارات، تماماً وزير الدولة الشؤون الخارجية انور قرقاش. اصبحت اليوم كل الامور مفضوحة، صحيح. تسليح الارهاب، عندما قال خلق إن الارهاب، ان قطر وتركيا هم المسؤولين عن تحول الازمة في سوريا الى عمل مسلح، تماما، عن التسليح وعن خلق الجماعات الارهابية بالاصل. من جندها هي السعودية منذ البداية، ومنذ سنوات من الستينات وقت اللي خلقوها لمحاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، كانت السعودية هي التي يعني أخذت هذه المهمة، خلق الطالبان وخلق مجموعات متشددة لحتى يدحضوا لمصارعة الشيوعية، ما صحيح. يسمى الشيوعية في أفغانستان، ومنها من هذه الأيام حتى الآن، ومنها وانتقلوا للصومال، وانتقلوا لهون، وانتقلوا لهون، وإلى العراق، وإلى سوريا، وإلى اليمن. يعني هذه كلها بيّنت بشكل مفضوح وواضح التآمر الحقيقة. نعم. تآمر هذه الممالك السعودية هذه العوائل في الممالك وفي الخليج على الشعوب بشكل كامل، يعني على الشعوب العربية والشعوب الإسلامية. واليوم لا يحرك ساكنا في الوقت الذي ينتهك فيه الأقصى، تنتهك فيه القدس، وينتهك فيه كل يوم الشعب الفلسطيني. ونرى انهم بالعكس هن عم يعززوا العلاقات مع اسرائيل، يعززوا وينحنوا ويتعاونوا، ومناورات مشتركه. هناك حديث الان عن قطار سيربط ما بين اسرائيل والدول الخليج، تماما، طريق تماما، سكة تماما حديد، تماما. يعني هو اكثر من التعاون العسكري اللي صار بشكل مناورات مشتركة، صار في قضية القناة الثانية اللي بدهم يفتحوها أيضا في المنطقة، قناة التي متوازية لقناة السويس، الممرات، التعامل والتبادل التجاري والتبادل العلمي والسياسي شو اسمه الأمني، أيضا التنسيق الأمني معهم. فبكل أسف أنه كل هالشيء عم يفضح عوراتهم اللي كانت مغطاية بورقة توت، يعني الحقيقة. بس اليوم الشعوب صارت تعرف من هو الذي يرفع راية العروبة ويرفع راية المقاومة ضد المستعمر الإسرائيلي، ومن يرفع راية التطبيع والتعاون. يعني الحقيقة ظهرت بكل جلياتها، بكل تجلياتها. اللي لليوم ما شاف هالحقيقة فلن ما بده يشوف، فلن يراها بعد اليوم، بيكون متواطئ. طيب. أو أعمى. نعود إلى نقطة الوجود الأمريكي. نعم. سواء في العراق أو في سوريا، وهذا الاعتداءات المتكررة تحت الهواء. أشرت إلى موضوع فقدان هذه أشباه القواعد التي تحاول أمريكا التأسيس لها في مناطق من سوريا في أقصى الشرق والشمال الشرقي. وربما ما يؤكد هذه الفكرة أن الجيش العربي السوري بات على أبواب يعني استعادة كامل البادية السورية من إرهابيي داعش،
أيضا تحرير لمئات حقوق النفط والغاز. يعني قبل يومين جنوب الرقة كان هناك العديد من الحقول الهامة، حقل الفهد، حقل دبيسان، حقل الرميلان، بالأمس القريب فقط حقل الديلعة النفطي أيضا تمت استعادته. ما تأثير ذلك على المشهد دكتورة أيسر؟ تأثير كبير جدا على عدة محاور، يعني على عدة مستويات. أولا على المستوى الاقتصادي، وأنا أقول أنه بالنسبة لسوريا حترجع عجلة الاقتصاد تمشي بسرعة بعودة هذه الحقول لسيطرة الدولة اللي كانت عم يعني تنهب. نجد أن الآن تتحسن الكهرباء الحقيقة بشكل كبير إن شاء الله حتتحسن بسرعة أكثر، وكله حيصير بشيء يعني بجو رائع أكثر. لكن دعني أقول عدة أشياء. أولا على المستوى الاقتصادي بالنسبة لاستعادة هذه الثروات البترولية والغازية. ثانيا بدعوة الرئيس بشار الأسد إلى الإصلاح الإداري وتنشيط ومحاربة الفساد، فهذا أيضا سيأتي باتجاه تنشيط الحركة الاقتصادية. يعني بأقل من أسبوعين الرئيس الأسد يعني أكد طبعاً في كلماته، سواء نعم في اللقاء الأول مع الحكومة أو في اللقاء مع رئيس نعم الجهاز المركزي للرقابة. أحييه كل التحية، لأنه هذا شيء أساسي في إعادة الأعمار. إذا لم نتصدى لهذه البؤر، صحيح الـ سماها السيد الرئيس ثغرات ما بين القوانين يستفيد منها الفاسدون. أيضا هناك بؤر من الفاسدين يعني تعمل بنفس التخريب الداعشي في الداخل، فإذا ما تصدينا لها أيضا لن تعمر البلد. هي ناحية ثانية، وأنا أحييه وأشد على أيديه يعني بالنسبة لهذا الإصلاح وهذه الدعوة إلى الإصلاح ومحاربة الفساد. الناحية الثالثة، أنا بودي أن أقول أنه كمان الأعداء لنا في المرصاد. نحن لا ننسى أنه الأمريكان اللي هن ضربوا الرقة في الفوسفور الأبيض، وهن ضربوا الميادين بالفوسفور الأبيض، بالأمس ضربوا في الحسكة والبارحة في الحسكة، ويضربوا على يعني المدنيين. يعني غريب هذه ما يسمى النقاط الحمر الذي هن يضعوها. يعني أين حجتهم أمس مثلا؟ داعش يتلاشى يموت تماما. ما هو المبرر؟ على مستويين، أولا هم يستعملون أسلحة محرمة على مستوى كل قوانين الحرب، وعلى المستوى الدولي وقانون دولي وقانون حماية. هذه ناحية. الناحية الثانية، ضرب المدنيين ممنوع أيضا في القوانين الدولية. الناحية الثالثة هو اعتداء مجاني سافر، مثل ما كان الاعتداء على مطار الشعيرات على فكرة. يعني يبدو أنهم يريدون فقط شيء واحد، هو انتهاك السيادة السورية وقتل الأبرياء. تمام، هذا هو تماما المغزى. يعني وهون بودي ركز على قضية أنه استعمالهم لتمثيلية الكيماوي ما زالت قائمة، وما زالوا مستعدين هن يستعملوها ويعيدوا استعمالها عدة مرات لشيطنة الحكومة والدولة السورية، ولإعطائهم لحتى يضغطوا علينا لحتى يقدروا يسحبوا امتيازات بالنسبة للغاز السوري، بالنسبة للبترول السوري. لا ننسى أنه هذه دول أمبريالية، وأن ترامب بحد ذاته هو قال أنا بدي حصتي كمان من الغاز السوري. وفرنسا لا ننسى كمان أنه مو بالصدفة نتنياهو وقت اللي صار الاتفاق تخفيف التوتر في المناطق الجنوبية، كان بالفعل كانت إسرائيل مرحبة بتخفيف التوتر في المناطق الجنوبية، وإذا بعد لقائه بمكرون بالفعل تغير كلام رئيس حكومة الاحتلال، وأصبحت إسرائيل معادية لهذا الاتفاق. هي الحقيقة بكل الأحوال إسرائيل عدونا الأساسي. يعني نحن لا نركن إلى أي موقف حتى مهدئ أو مهدأ ممكن أنه تاخده إسرائيل، لكن تغيير الموقف نتيجة لقاء بمكرون. هنا بدنا نرجع على طيب مواقف. أنت وصلت من فرنسا قبل تماما. يومين نعم. وقضيت ربما أكثر من شهر في فرنسا، أربعة أشهر أربعة أشهر تمام.
تمام. ماكرون كيف هو بالنسبة للفرنسيين الآن؟ هلأ ماكرون قصة كبيرة. أول حتى شيء نصل إلى حديثه مع نتنياهو، هو نشأ من لا شيء، يعني هو ابن روتشيلد وابن روتشيلد العائلة الصهيونية العالمية، تماما، وهي التجمعات المالية التي تدير العالم. تمام. أحدها ماكرون خرج من لا شيء، خرج بخروجه شظى كل المؤسسات السياسية الموجودة في فرنسا، صار في له تحضير إعلامي شديد اللهجة، توصل إلى أنه ينتخب. الحقيقة انتخابه ما هو بأكثرية ساحقة كما بين الإعلام، إنما أنا الإعلام قال فوز ساحق كان لماكرون. صح صح صح، هو 51%، ولكن لما بنعرف نحن أنه لأول مرة في تاريخ فرنسا 57% من الأشخاص لم يتوجهوا إلى الانتخاب، يعني هن اللي انتخبوا 43، اللي انتخبوا اللي 43% تماما، واللي يعني غالبية الشعب الفرنسي لم تشارك بالانتخاب تماما، لأنها تعترض على كل هذه الطريقة في الانتخابات. نعم. ولا ترضى فيها. ومن ناحية تانية لما نعمل الحسابات بنلاقي أنه انتخب ب 17% من الشعب الفرنسي. وبنفس الطريقة روج للأشخاص اللي انتخبوا في، لأنه كان في انتخابين، في انتخاب رئاسة الجمهورية وانتخابات النواب. الانتخابات التشريعية وراها كمان عدد كبير من النواب اللي كانوا موجودين طلعوا، وإجا نواب جدد تحت شعار أنه لازمنا تغيير، ولازمنا ناس صغار، ولازمنا ناس ما بالضرورة يكون عندهم كذا كذا، شو اسمه، منداش بسموها كذا، يكونوا نائبين بعدة مناطق، يعني في عدة وفي عدة مراحل وفي عدة سنين. فاليوم 300 اللي حصل عليهم بالنسبة اللي هن معه، مقابل 577، من 577. صح، صار عنده أغلبية ساحقة في البرلمان كمان، والأغلبية الساحقة هن الناس ما عندهم تجربة، وعم يعملهم كل ويك إند عم يعملوا لهم استاجات لحتى يفهموهم انه ما بيصير يكون في معارضة، ما بيصير انه يكونوا ضد رأي الرئيس وكذا. طيب الأداء السياسي الخارجي لماكرون، أريد أن أنوه أنه مؤخرا كان أيضا ضد وزير الدفاع الأميرال دوفيليه، اللي لماذا؟ يعني قدام الناس قال له انا اللي بقرر، انا رئيس الجيش مو انت، يعني فكان في انتعاض شديد في الاجواء السياسيه والعسكريه الفرنسيه ضد بالنسبه له. والناحيه الاخيره بالنسبه للسياسه الغرب الخارجيه، لا ننسى انه هو يعني ادلى بتصريحات حول سوريا مغايره تماما لما كان يقوله فرانسوا أولاد أو نيكولا ساركوزي. التصريحات هي نحن ليس عدونا الجيش السوري بقدر ما هي داعش، نفس التصريحات اللي صرح فيها ترامب إذا بتعرف، إذا بتتذكر. صحيح. والخط الأحمر اللي حطوه هو خط الأحمر الكيماوي. لكن إذا كان استعمل الكيماوي نحن حنتدخل. هذه صفيت، يعني هذه ذريعة جاهزة، الذريعة الجاهزة. متى قرروا الاعتداء فهي تماماً موجودة لاستخدامها تماماً. ونحن نعلم أنه منذ 2013 حتى اليوم يحاولوا استعمال هذه الذريعة بالكيماوي، يستعملها الإرهابيون، ويكون هناك تقارير مدامغة ضد الإرهابيين كمان لا يأخذوها بعين الاعتبار، ويتابعوا كذبتهم الكبرى بالنسبة لاستعمال الدولة السورية للكيماوي للنيل منها ولشيطنتها، للنيل من الدولة السورية وشيطنتها بهدف الضغط على الدولة، وبهدف أيضا أنه يبتزوا الدولة السورية من أجل أنه تعطيهم مصالح أكثر في فترة إعادة الإعمار. طيب. وفي بالنسبة للثروات السورية، لأنه نحن الثروات السورية ليست فقط الثروات المستغلة، ولكن هناك ثروات يجب أن تستغل. صحيح. في آبار من النفط والغاز في شواطئ
البحر المتوسط السورية، وأبعد منها شوي في الشواطئ المشتركة بين سوريا وقبرص. فكل هذه الأمور عم يطلعوا عليها بتشوق طبعا، يعني يسيل لعابهم. والمعتدي الصهيوني في المنطقة يريد أن يستحوذ أيضا على هذه المناطق. لا ننسى أنه اليوم عم يعمل كمان هجمة جديدة في الجولان بالنسبة لقضية الانتخابات. نعم. هذا هجمات خفيفة، شو بيسموها الحرب الخفيفة إذا بدنا نسميها، بعد هجمات التهويد اليوم هجمات الانتخابات وتهويد الجولان والاستحاذ على الجولان بشكل كامل، وأيضا البحث عن البترول في الجولان، وهذا شيء مخالف لكل القوانين الدولية. فكل هذه الأمور مجتمعة بتخلينا نعرف نقدر نحلل شو المواقف الحالية اليوم. طيب، نتنياهو قبل لقائه ماكرون كان لديه تصور ورأي من اتفاق الجنوب وقف التصعيد، وبعد اللقاء مع ماكرون تغير الكلام. ما الذي حصل يعني؟ أنا أعتقد أنه هناك أيضا يعني ضمانة التي يقدمها ماكرون بالنسبة لمواقفه من إسرائيل، هي ضمانة أنه نحن على صداقة مستمرة وصداقتنا استراتيجية وغير ذلك وغير ذلك. هذا شيء هام بالنسبة، يعني عم يوطد مواقف نتنياهو. فالقضية قضية إعلانات الحقيقة، ولكن قضية كمان إعلان صداقات وإعلان مواقف مشتركة. وأعتقد أيضا جبهات مشتركة، يعني إذا كان هن ممكن يكونوا حلفاء في الاعتداء على سوريا. طيب، فرنسا كانت رأس حربة في العدوان على سوريا طوال الفترة الماضية، وهذا ما قاله الرئيس الأسد في إحدى خطاباته. صحيح. هل ستبقى كذلك مع ماكرون؟ أنا أعتقد أنه فرنسا رأس حربة في الاعتداء على سوريا وما زالت، وهي تحرض بالنسبة للمعارضة ما يسمى المعارضة السورية، وتحضر كوادر وتعمل ورشات عمل لغد ممكن أن يكونوا فيه بالحكم بسوريا. كل هذه الأمور لم تقف نهائيا. التحريض الإعلامي ما زال بنفس الطريقة في فرنسا أيضا على سوريا وعلى الدولة السورية، يعني فولو أنه خف شوي بالنسبة لسوريا بشكل عام، ولكن بالنسبة للدولة السورية التحريض والكذب والافتراءات قائمة بشكل كامل ودائم في الإعلام الفرنسي. يعني لسه بيحكوا بالنظام ولسه بيحكوا بإسقاط النظام وهكذا. فكرة أخيرة يسمح بها الوقت، صحيفة الاندبندنت البريطانية تحذر من ظهور داعش اثنان أو تحوله إلى تنظيم إرهابي جديد تحت اسم جهادي آخر إذا استمر الدعم المالي والعسكري للتنظيم دون التعاون الدولي لاجتثاثه من جذوره. هل هذا الخطر قد يجمع كل هذه القوى حتى لو اختلفت بكثير من المواقف؟ الخطر قائم دائما، التمويل للإرهاب دائما. يعني يحكى الآن عن مناخ يعني دولي ملائم لحل الأزمة في سوريا. صحيح، ولكن هذا المناخ الدولي لا يمنع نهائيا أن هناك الإرهاب موجود وينتشر أيضا اليوم في أفريقيا، ينتشر في من عم ياخذوه من منطقة لمنطقة. يعني هذا لا يمنع أنه مثلا الأسلحة التي اشترتها السعودية بمليارات الدولارات التي وقعت على شرائها من الولايات المتحدة مؤخرا وقت زيارة ترامب، وين بدها تروح الأسلحة؟ راحت على ضرب لضرب اليمن ولضرب التجمعات الإرهابية. نحن نعلم أنه منذ أول يوم أعلن فيه الربيع العربي وإلى اليوم، كل شهر كل 20 يوم هناك 1.5 مليون طن من الأسلحة تذهب من بلغاريا إلى قطر إلى على متن هذا حكيت عنها الميادين. صحيح. على متن باخرة دنماركية ترفع العلم الدنماركي، باخرة بلغارية وترفع العلم الدنماركي.
البارحة في الحديث أيضا للرئيس مجلس رئيس مركز البحوث عن الشرق الأوسط في بلغاريا، كمان فاضح أنه كميات هائلة من الدولارات ومن الأسلحة تصنع من أجل أن تتحول إلى التجمعات الإرهابية إلى تركيا وتذهب إلى قطر والسعودية وتأتي إلى سوريا. هذا شيء لم يقف من خلال كل هذه الفترة، كل 20 يوم هناك شحنات أسلحة تصل إلى الإرهابيين في سوريا وفي دول أخرى. اليوم صحيح أنه هنن عم يعني في سوريا هنن عم يسحقوا إذا بدنا نقول، ولكن ما زال هناك من يراهن عليهم، وما زال هناك من يراهن عليهم في ضرب الاستقرار في المنطقة كاملة، وما زال هناك من يمول الإرهاب ومن يسلح الإرهاب. نعم. ويجب اليوم الحقيقة أن نطالب بمعاقبة هذه الدول التي تسلح الإرهاب وتدعمه وعم تخلي وتتعامل معه، يعني لأنه مو بس هي السعودية وقطر. نعم. إذا بتحبي بكلمة أخيرة، فرنسا وإنجلترا وألمانيا. إذا بتحبي بكلمة أخيرة، انتهى وقتنا، لكن تحت الهواء كنت تريدين أن تضيئي على ما يجري داخل تركيا، داخل النظام التركي. هذا النظام الذي يرغب بالتوسع في سوريا وفي العراق. صحيح. بالنسبة لتركيا، نحن اليوم يعني تركيا اليوم الحالة انفجارية جدا بالنسبة للحكم التركي، بالنسبة لأردوغان. اليوم هناك مظاهرات مليونية الحقيقة تمشي من مدينة لمدينة لكل من يقول لا للديكتاتورية أردوغان الحقيقة، ونحن يجب أن نضوي على ذلك. الناس عم يمشوا بهالحر والقيد من مدينة إلى مدينة، أكثر من 600 كيلومتر، 700 كيلومتر صاروا ماشيين من أنقرة لإسطنبول، من أنقرة إلى إسطنبول، وهم يرفضون هذا الحكم، بالإضافة إلى الفضائح اللي كانت تبين التزامه بالإرهاب، التزامه مع داعش، شراؤه للنفط المسروق من سوريا ومن العراق. وهذا يعني هذا الإنسان يجب محاكمته في جره للمحاكم الدولية، ونحن علينا أن نغطي بشكل أكثر وندعم بشكل أكثر أصدقائنا الأتراك، الشعب التركي، من محامين، من صحفيين، من المعارضة، يعني رؤساء الأحزاب والنواب اللي هن كلهم بالسجن، بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط من شكرا الجيش. جزيلا للدكتورة أيسر ميداني على كل هذه الإيضاحات والتحليلات القيمة. سادة المشاهدون، شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لكم. شكرا. وتحية للإخبارية وتحية للشعب السوري كله.